أبصرت عينا رند حسين نور الدنيا وبريق الأمل بعد ظلام دام أكثر من 20 عام. ولدت رند كفيفة في قرية المناصرة بريف لحج، إلا أنها لم تستسلم وأجرت العديد من الفحوصات الطبية لعلها تجد بصيص أمل يضيء لها طريقها المظلم. فكان القدر بانتظارها عندما كشف عنها أخصائي بطب العيون، فكانت بشائر القدر بين يديه. كنت مش متوقعة يعني إني يعني أشوف، فقلت يعني بروح على الله بالله. ولما وصلت لهناك شفت الدكتور صالح جزاه الله ألف خير، قال لي بعمل لك العملية العين اليمين، فأني أصلا أنا كنت مش يعني مترددة إني أعملها، وإني الحمد لله عملت العملية الأولى الحمد لله. يعني كنت متوقعة إن العملية تجي 1%، بس الحمد لله بفضل الله ثم بفضل الدكتور صالح جزاه الله ألف خير، الحمد لله 100% جات الحمد لله. وبعد الكشف والفحوصات اكتشف طبيب العيون الدكتور صالح حسن بوجود مياه بيضاء خلقية بعينيها أهملت منذ طفولتها، واستطاع إقناعها بإجراء العملية، وكان الأمل ضعيف جدا، إلا أنها تكللت بالنجاح بنسبة عالية، واستطاعت رندا ولأول مرة منذ ولادتها أن ترى النور. عرضت علينا على أساس أنها كفيفة منذ ولادتها وعمرها الآن حاليا 22 عاما. كانت حالتها يرثى لها، أخذناها من جانب إنساني فغامرنا مغامرة، بعد أن فحصنا وجدنا أن في فرصة لشفائها غامرنا بالعملية، والحمد لله العملية تكللت بالنجاح. قصة رندا هي قصة إنسانية قبل ما تكون قصة طبية، قصة كفيف خرج من الظلام إلى الإبصار. نحن ليس الأولى من عملياتنا في هذا المضمار، وإنما عمليات كثيرة سبق قبلها، وإن شاء الله بتكون عمليات بعدها. صارت تشوف، صارت تخرج ملابسه، صارت تروح الحمام لحالها، تتغسل، تدور حق صوابين، مشط شعري، أي حاجة احتياجها تخرجها من نفسه. فأول يعني أول مرة لما شاهدت الدكتور وشاهدت أمي ويعني وكامل اللي كانوا عندي، فيعني من كثر الفرحة حتى مش قدرت يعني أتكلم. والحمد لله الآن الحمد لله أني أشوف بالتنتين الحمد لله، وعملت العملية الثانية والحمد لله. تعيش رندا هي وأسرتها في منزل شعبي بقرية المناصرة بمديرية تبن في محافظة لحج. هنا نشأت رندا كفيفة البصر، تخفي وراءها تحديا كبير للتغلب على صعوبات الحياة، واستطاعت أن تنال تعليمها الجامعي وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم. لقناة الغد المشرق عثمان عامر من محافظة لحج.